انا النهارده جايه بقى اوريكم احلى بيبي كريم بالدنيا. بتحطي فلتر على وشك حلو حلاوه، انا مش هحط اي حاجه على وشي عشان تشوفوه، شوفوا قد ايه هو طبيعي واكني مش حاطه ماسك. فجاي اعرض عليه النهارده. انا مين؟ انا ياسمين. فيلا حلو، تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد، او على السوشيال ميديا بتاعتي موجوده تحت في صندوق الوصف، انستغرام فيسبوك وكمان سناب شات، اي حاجه اكتبوا لي بقى هنا هقول لكم على طول. انا جبت الدرجه المتوسطه من بيبي كريم بتاع ايفا فيفيو، هو ده جبت الدرجه المتوسطه منه. ده اعظم بيبي كريم في الدنيا، انا معرفش الناس ما بتتكلمش عليه ليه. كميه النعومه اللي فيه على البشره والحلاوه اللي فيه حلو قوي 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 قوي، ينفع لكل يوم، قابل لاعاده البناء، يعني ممكن تخليه تغطيه متوسطه. اوكي، انا بحب التغطيه الطبيعيه، يعني ما بحبش اكني حاطه كتير على بشرتي. وكاتبين عليه كمان هو بيتفرد بالايد، ففعلا حقيقي احلى حاجه ان دي بايديكي، مفيش سبونج، مفيش شرشه، مفيش الحاجات دي كلها، ممكن تشيلي الزيادات اوكي بالسبونج. بس قربت الكاميرا قوي من وشي علشان بجد المره دي تشوفوه قوي. انا عندي تجويف تحت عيني، وطبعا التجويف ده غير الهالات هو بيبين اغمق كمان، فهو تحت عيني ده منظره شايفين. الدرجه المتوسطه هو كاتبين عليه متوسطه، في منه درجتين، الدرجه زي ما انتم شايفين الداكنه والدرجه المتوسطه والدرجه الفاتحه، بس هو بتاكسد سنه، في فيتامين كتير قوي، فيتامين هي، وكمان بيقلل التجاعيد او بيقلل الخطوط، بيحسسك كده في نفخه فيها كمان هيرونيك. تاني في بي 3، في فيتامينات كتير قوي، احلى حاجه فيه كمان انه في ترطيب كده، يعني يرطب البشره، وبالذات ده ينفع قوي لفصل الشتاء لكل انواع البشره. انا اعتمدته خلاص، انا حبيته جدا 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 قوي 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 اكتر ما انتم متخيلين. فجربوه وبجد قولوا لي رايكم المره الجايه في الكومنتات، او على انستغرام، او على الفيسبوك، او على سناب شات. اقول لكم دلوقتي باي باي، واشوفكم على خير في فيديو جاي. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، استنيكم في الفيديو الجاي. باي.